ترج الازازه قبل الاستعمال، شفطه واحده وما تقولش لعدوك عليها. انت متاكد؟ وشرفك يا سعاده البيه، لولا الازازه ديت ما كنت قدرت تتجوز نسوان الثلاثه اللي على ذمتك. كده ما ينفعش، ما رجتش الازازه. رج لا لا قوي. رئيس الحسابات وشريف بيه ماله؟ مفيش، اصل بيرج الدواء. تعالى عليا شويه بقى. وقت تاني يا بيه. فكر بيه. نعم. ها خلصت الاجراءات؟ كله تمام. والفلوس عديتها؟ عديتها. والكسور والملاليم والنكل؟ تمام التمام. عال برافو عليك يا حسين، فوت علينا يوم السبت يا بيه. طب خلي الفلوس عندك. يعني لازم تستلم الصابون النهارده؟ النهارده الخميس يا بيه، وناس تحب تستحمى صباحيه الجمعه. متهيألك. انا شخصيا بتشائم من ليله الجمعه. ليه؟ مش لاقي صابون؟ لا، اتولدت فيها بس. ابو الافكار. ايه؟ ايدك على جوز جنيهات. ايه؟ مصاريف عزوبيه بقى، انت عارف مقابلات عزومات. طب ما تسترخص وتتجوز. اتجوز؟ انت ما سمعتش جحا قال ايه عن الجواز؟ قال ايه؟ قال الله يجازي اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش، واللي اتجوز بعدي وما سالنيش. هاتهم بقى. خدهم من جحا. سعيد عم الشريف. سعيد يا فكري. خدهم من جحا. بص عليك. صار يا شريف اطلب من فكري 2 جنيه سلف وما ادانيش. ايه ده؟ مش معقول. اه والله يا راجل جبان. انما انت بقى طبعا في فرق كبير بينك وبينه. اه طبعا. هو جبان. طبعا. انا بقى اجبن منه. المدام مشيت عم صالح؟ لا بيه موجوده. طب لو سمحت تنده لها. يا عندها حفله يا بيه، اتفضل. شكرا. Thank you.
هايلة يا هدى. برافو، احسنتي. عجبتك؟ تجنني. يلا بقى يا حبيبتي روح. ما اقدرش، ده انا المسؤول عن الحفله. طب هنستنى للساعه كام؟ بكتير للساعه 5، وان اتاخرت 5:30، وان طالت بقى تبقى 6، لكن لازم نمشي قبل 7. لكن انا جعان، جعان يا هدى. استحمل لحد ما نروح. ها؟ حفلة طعمة يا فندم. ايه اللي في جيبك ده يا استاذ؟ يا نجدة الحقونا من فضلكم، حرامي في المدرسة. طلع اللي في جيوبك. اتفضلي، دي محفظتي وده منديلي. الحرام اهو يا أغلى. وده حجاب الحصن الحصين. طلع اللي في جيوبك البرانية. عن إذنك، ما يصحش كده يا أغلى، ده جوزي الأستاذ فكري، ده راجل محترم ومش ممكن يكون مخبي حاجة في جيوبه. اتفضلي. طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى. نخرج؟ نخرج فين؟ النهارده الخميس، فسح نفرفش. الله الله الله، استنى انت وهي، مسعى عرس مش من هنا. احنا جايين ناخد الدرس يا ام. النهارده اجازه، تعالوا بكره. الله يا خبر، نسيت اقول لك. ايه؟ متاسفه يا حياتي، اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده. خليهم لبكره. بكره عندي سنه 5 يا حبيبي. اللي بعده؟ عندي سنه 6 يا روحي. طب اعتبريني في الروضه، انا خارج. والشوربه اللي على النار؟ اديها لهم حصه في تدبير منزلي. انا خارج. جوزك وصل، ربنا يستر. يا خرابي. تتوزن بالذهب، دي رجليها لوحدهم يتوزنوا بالالماس. يا بخته. اللي هو مين؟ الباق في جوزها. اما انت قليل الادب صحيح. ايه ده، وانت مالك يا محترم؟ اللي مالي، ما انا الباق. ما تخليك في حالك يا جدع انت، ما هو ده حالي. طيب خلينا نمتع عينينا. ودع عينيك اهم. لا، دي وقاحه، دي قله ادب. انا قليل الادب يا اللي ساندينك بطوبه؟ الله، انت مالك يا جدع انت؟ انت ايه دخلك حاجه زي كده؟ انت كمان اوعى ما حد اللي جابه من عندي، اوعى ما حدش. ادي اللي كنت عامله حسابه، كل ما يجي الشغل يعمل ازمه. عذري بيغير. ده هيجنني، مش عارفه اعمل ايه. سيب الشغل. يبقى يا اما ما ندفعش ايجار البيت، يا نعيش من غير اكل.
لسه زعلانه؟ خليك مطرحي. يا ريت ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليله؟ لا، لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مره. كل مره بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها.